كل سنة وانت طيب يا عمرو. بتعمل ايه في موسكو؟ لا مش سامعك، انت قولي تاني. بتعمل ايه في موسكو يا عمرو؟ انت فين؟ لا دي زيارة خاصة. بجيب خروف روسي. طيب، ده احنا معانا دلوقتي عمرو عبر سكايب من موسكو. كل سنة وانت طيب يا عمرو. يعني هربت عشان ما تديناش العيدية؟ معقول؟ لا لا، ما العادية هجيبها لكم معايا إن شاء الله. طب احنا مستنيين، قاعدين انا ورامي، مش هنمشي. إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. محضرين لنا إيه النهاردة؟